بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ماشان وحان دونيا إنا كسو جيدي كلمة يرو كوبا وعنوانا نقول لغي كيف نستقبل رمضان، سيديبا أسو دوينينا رمضان. كيف نستقبل رمضان وحان ساس أولان هاي شيء جهدي أن لو ديار جروبين وحو كوغو دافا اذن كفا ايدي سنة سيدي او حبون. ولذلك ايان كهاد لينا سيدي رمضان لو سو دوية مركا وحالي سو دوية انت مقام كيدي وحي قاريسا وحالي سو دوية سيديهين سيداس او قيدا وحانو باهان هاي كلمة كوبا انان كنرادو رمضان كا مقام كا هي درجة إلهي وأكتي سكولية هاي إنا وحكا شاقنو سيدي الدرجات كعسيق أولية هي مقام كيسا سي لمدع عمودو أن كسو دوينا مركا وحل سو دوينا وحويا وشهر رمضان. شهر رمضان سادوكتين وركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام كتير سنية هاي ويان وحي كدقين تاي مركا لأن ركن من أركان الإسلام إنو ك وين يهي واجب إن لا يرادو، إنو ك وين يهي فرض كليس إن لا يرادو، واجب إنتو نقضي أو فرض نقضي يو ركن أو قد بي معناه وحويا الإسلام كتيرر كأو كتاغين يهي وقيب كي يهي النبي قوير بني الإسلام على خمسة وحاكمد أهيد وصوم شهر رمضان يو النبي عليه الصلاة والسلام يري مركا مقام كاسورة شهر رمضان أو جوغا أو إسلام كتيرير كيسا شنطع مد كمد أواي وهدي أو كبح إسلام كان أو دمي. طيب وحل سودوين يوحويا وشهر رمضان، شهر رمضان وشهر إلهي ودورتي قرآن كيسا كريم كا أو كلام كيسا بيش او دورت انو كسو دجيه اما دجيتان كيسو كسو باللاودو واح سهلا معها يعني ان لغا دورت بيليهي كالي اي قرآن كسو دجيتان كيسا للا دورسو للا بيكسدو شهر رمضان واختيار من الله قيمها شهر رمضان اي لادهي اوجد الى يحور شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مرك شهر رمضان وبشي قرآن كالوسو دحدجي آيات داس كاليهد معانا آيات بدن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة المباركة هي في وسط رمضان يكون دحجرتا، والليلة المباركة هي ليلة القدر المشار إليها بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. آيات كاسودن وحيت سينيسا هبين هبينا كمد يا قرآن كمن لوح المحفوظ لقسو ديجي ابن عباسري إلى بيت العز في سماء الدنيا يا لقسو ديجي مركاسو النبي عليه الصلاة والسلام حدنا مركي لقو بالله إنو كسو ديجي رمضان حدنا أي أهد أصو مفرق وهو كلق إبسا. طيب مركا وحل أوقي هاي بني آدم كا مالمها وممكستا مالمها تاريخ دا كل أمدا لحديده دادك وحي أصمعين دبالدقيت رمضان وكسرية مقامك إلهي أكتس أكله وحلكو بكرمه إن لو دبالدقى معنى هذي وحي كدقنت وحي إلهي أجدي أو الوصمية كليئة مركا أنا مدى مركا دوني رمضان إن مقامك سأنقاذه وحان ليه إلهي محو نوجدي إن رمضان كأنقبنه تاسا وحي أتاي دبالدقيت أي أتاي. طيب وحل سودوينا وحويان وبال رمضان او نبي شيغي من صام رمضان ايمانا واحتسب لبن نسوا نيكي مالنتيسا صومنا او سيداسنا اي كتا ايمان اي اجر الله كرادسو غفر له ما تقدم من ذنبه الى وحو دافا ذنبي سي هورا او دن او سو هورمري مركا وحا كسي ديراد اه صونك عباداتك وكميديه عباده ويان مقدار كأجر كالاقي هلايا أوسن أوغين إلا إلهي مويه قفك استمركو حسن سمي عشر أمثالها توبان الله قد رفتا حدنا هدو إخلاص بدن ليه والوصير لاب لابا إلى 700 ضعف أي كجارت لكن رمضان كوح مجرت إلا إلهي مويه قيمة أو إلهي أكتسك ليه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به
عمل كاستو بني آدم كو سميو وحويان أسائس كالهليري ووالي قانا انتو او قادنيو لكن سيام كما هن إلهي با إسكاله سبحانه وتعالى أسال لقار أسيدو وابال مري لها يدون كيساس درتي سؤو صومي بشي اللي قابله وحويان أو رمضان كا وابل سياطين تيودن كود واوين لحر حري جهنم الباب تلي سوء رفني جهنم الباب كيد اللي فري بل فيري انت لو سمينا مناسبه إيا قيمين إيا قدرس بيش اللي سودوينا يوحويا وابل أي هبين كجرتو خير من ألف شهر هبين كجرو كن هبين كخير بضان كن هبين مركي سنوات لو بدلي سديتن إيا سد أحسنو إيا نقطي سديتن إيا سد أحسنو معناه وحي كدقان هل هبين أو ليلة القدر إله دوكوا فجي إن هل جزو قرآن أخرسو وحي لمتا سديتن إيا سد أحسنو أو هبين كست أجز قرآن أخرسي أجر كات كهلي ده هل كاس الجزءات كهليسا سديتني سد أحسن ألف سنة إلى أجتا إلى إن ألف سنة مدين خير من ألف شهر ويك خير بدن تاعي أنت دارته الله أعلم إلهي باقرنا حلقة يا بإني ألف سنة أي داف سنة بشا أو أن لنا هلو ديار قروبو وبالخير كيدا آدو سدو أبدن يهي يا رحمات إلهي سودك يا أوجد أي هبينك أجوه الرئيس أو رمضان كسوجلا يا لب ملك استعجيا دت كي النادين يان أنا قاعد النادي وما مغلين لكن النبي قال نوشيغي وحيليهن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا باغي الخير أقبل ورنكي خير ما أنت دون يبو سوجي سو ما أنت وقتي سال جوجاي ويا باغي الشر ورشرنك الدون يو أقصر قابي كقاب سو كتك هدي وحمانت اللي قتقي لها مالنتي اللي قتقي لها يبال لجوغة مركب بل أي صفات كيسا سيداستهي وحاها بون إن لقو قابلو هلو إيا محبو إيا جعيل إن لقو قابلا فيعان ولذلك السلف كسيداس أوجد باقار كدو حالق وريه انتو سن رمضان إيمان اللح بلوت كهر إني ويدينيان إله رمضان نقارسي مركو دمادنا لحد بلوذو كحيك تؤدن إليه وحي كبريا إله عباده رمضان أنقبسنا إله نقا أقبل مركا تن مركي دماتتيك ليا لسيق ليا مركا تاو حي دليل أتحي يعني قيمين تأي منزلة رمضان أولي هاي يجرانيين أنقنا وحان نقانا مركا رمضان أسودوي عبسي يقلق إله لنا عن ردافي ورمضان كي إلهنا دافي إنو قفك عن إسكي إرادة سيدي عن أبرانو نرادة ورسالة عن إسكي سوتورنا نكينا قفك دي عبادتي وحو أركاب وحب شغل شاقر هو دين عن إسكي دافي أيته ولذلك ننسو مالي اللو يدي مالين وحالي رسون يا هل مالين لصومي مركاسو رسون كي ما أنت داوع عقاري مركاس ألي روامح وحور مالين لنا كبح دي بوري معنى عليسك أكوهايو يتسينيسا سببتنا وحويا لقلة معرفة رمضان كقيمة منزلة أولية يوصفك قرنين هدو قرنة قيمية سوحوسك جعلان لها إني سندنا رمضان أي نقطة. طيب مركا رمضان كسين وقود ديار قرونا هديرتان محاضرة وين وقود جيدين مينه وحاربنا مركا وقور ريسو التوبة النصوحة إن تسميست رمضان بألبابتي ألبابتي ساد استاكتي ألبابتي إن الإلهي أتوبك ينترتو في يعني وح عصبت جليسة وحلي هذا التخلية قبل التحلية إن وح حمان تليس كبر هبو يا كهريسو وناجيال إن لك صبضه مرك هذا وأنت أصلا مع عاسي أي كادبا كادبا هارعدو إن ترى هذا خير بندل كين يا إس أيه معركة إسكو سماء وحكابون السافي جري إلهي أتوبكين وحانوراً أدن بيئة إلهي هل كلموكو أقبل إله واك توبكين إنت لقلبك هذا نصادق يا مرد من أدن قنين أدنيسة إلهي كريم ويان لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي مركو وحينوكو دافع دونيو وحادي وكل بدن لما بدن وعدونك يقواك وحكار ربا كليئة إن النيات في عن أدولت مالك مركي إنتي هورا لقو دافو مركي واحد بالله بيسا إن بيرتي أتعبتت وحاك للدونية العزم على الاجتهاد في الطاعات نيداس إن التي مال ورمضان واسوق عليه أود إذا أن سوكين ومانتا سيدين طاعات بدن وكسب لهاي
ina tiraad waxa lagu magacaabo tashmiir wa inuu qofki u tafaxayto inuu cibaado sameysto go'aan u meel dhigto insha Allahu ta'ala waan u iman doonaa kelima baan u khasisi doonaa cibaadaadka sida ay haboontay Ramadaan in loo qabsado waxa loogu diyaar garooba inuu Ramadaanki waa cibaado cibaadana waxay leedahay usluub shuruud ahkaam arkaan ay leedahay qofki inuu jahli isaga gala ma aha inuu Ramadaankan waxa dhaawac u geysan karo iyo waxa ka burinayo iyo waxa uu ajir fiican adigu helaysid inaad ogaatid weeyaan sidaa daraaddeed baa maanta waxay iska saalantaa cilmigoo dhan waafaafsan yahay hal shariid ama hal cajal inaad dhegaysatid oo culammadii ay duubeen oo axkaamtii Ramadaanka ku saabsaneyd wax kula weyn ka qaadan mayso hal saac inaad laga yaabo inta loo baahan yahay oo dhan inaad dhegaysan kartid adoo intaa heli kartid inaad cibaadada iska dhex shabkaxsatid waa wax khalad weeyaan lama doonayo sidaas ilaahay wuxuu rabaa calaa basiira in lagu caabudo wax kasta markii ilaahay uu na faray siiba uu noo faray sidii in loo qabtaa la doonaya qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah tayib waxaa la doonayaa inaan ugu diyaar garowno inaan jawaarixdeenna inaan xifdinno macaasida aan ka ilaalino afkii gacmihii dhagihii in la ilaaliyo lianna waxna keeni mayso inaad intana khayr ka kasbatid intana shar aad ku garab wadid sidaas ma aha waxaa la rabaa addoon ilaahay gaar u leeyahay inaad noqotid oo khaalisan lillaahi tabaaraka wa tacaala marka dhinacaana iska soo xir intana u jeeso waa fursa weeyaan taa waa loo baahan yahay nabigu wuxuu yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi waljahla falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca dacaama wa sharaaba ninkaanan ka tegin hadalka xun iyo camalka sayi'a iyo jaahilnimada ninkaanan ka tegin ilaahay dan kama laha inuu raashinka ka tago sharaabka ka tago keligeed waa soomanaha inuu yidhaa ilaahay dan weyn kama laha laakiin macno ahaan loo soomaa la doonayaa marka taasaa ilaahay agtiisa qiimo kale waa inaan taas xoogga saarnaa oo aan wixii isku dhex yaacinin waxa weeyaan in ay wax u kala baxsayn inaad noqotid waxaa loo baahan yahay sidaasoo kale ramadaankii in la qiimeeyo adduunyadu way badan tahay haddii ramadaankii ka hor aad waqtigaada galab iyo subax adduunya aad u shaqaynaysay inaad waqti aad tafaruq min bacdi alacmaal acmaasha iska yaray qayb ka soo gooso ood cibaadadii samaysatid lianna haddii aad galab iyo subax dawaam shaqo aad ku jirtid oo caawa iyadana xisaabaadka aad u fadhis goormaad cibaadaysanaysaa marka iithaar inaad samaysid oo acmaashii aad soo yaraysatid sidii aad ugu faa'iidaysata ramadaanka weeyaan tayib waxaa loo baahan yahay sidaasoo kale weliba waqtiyaasha dayac maayo adduunyada keligeedba maaha maanta internet iyo whatsapp iyo youtube yaa waqtigeenna dhan la tegaysa boqolkiiba waxaad leedahay konton taas oo kale haddaad iska xakamaysid oo inta khayrka mooye inta kale aad ku dhaafsatid waxa weyn waad guulaysatay sidaasoo kale waxaan dardaarmayaa in raashinka cunitaankiisa iyo sharaabka layska yareeyo lianna caloosha hadday buuxsanto idamta waxaa la yidhaha albitna tudhibu lfitna caloosha hadday buuxsanto fahmiga waa tagaya ramadaankii ma aha in markii la afura cunidii aada bilowdo ilaa suxuurta inaad daba joogtid ma aha waa in la yaraya la doonaya ramadaankii xikmada loo day oo loo jidayba inaad baahida dareentid weeyaan marka sidaa daraaddeed baa khalad baan anaga u fahamno ramadaankii shahr alakli baan ka dhignay walidaalika masaariiftu way ziyaadaysaa bisha ramadaan waxaa laga yaabaa 11 bilood waxa u dhigmo hal bil in la cunayo taas ramadaan macnaheedii way ka fog tahay marka waxaan doonaynaa in sidaa loogu diyaar garoobo kelimaadka soo xigana u diyaar garoob insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullah